مرحبا بكم مع هذه الفقرة تسوق والحساب علينا اليوم من مركز با وزير التجاري للتسوق طبعا، وهو يحتفل بمرور 30 عاما على انطلاقته وتأسيسه. متسابقون جدد وحرف جديد اليوم نبدأ معكم الآن، بس اختيار المتسابقين، وهذه أيضا الفقرة التي تأتي برعاية مركز با وزير التجاري هنا في فوة. نبحث وتعالوا نشوف. أنا مسابقة بسيطة عشان تتسوق ويكون الحساب على مركز با وزير، ممكن تشارك؟ أي والله. أبو بكر الحداد من فوة أول المتسابقين معنا. مبارك المعاري بتشارك معنا إن شاء الله، عندك تنافس إن شاء الله. طيب مبارك برضه ينضم معنا هنا من ريادة المعارة. إذا فزت معنا بتربح وبتتسوق على حساب مركز با وزير التجاري، إيش رأيك؟ بتدخل معنا؟ تفضل. إيش؟ طيب اسمك بس ومن وين؟ من مكلا. الاسم؟ عبيد التميمي. عبيد التميمي من مكلا. تم اختيار المتسابقين الآن الثلاثة وهم أبو بكر الحداد، أبو بكر الحداد، مبارك المعاري، مبارك المعاري، عبيد التميمي، وعبيد التميمي. جاهزين الثلاثة؟ اليوم طبعاً معنا حرف جديد وننطلق بهذا الحرف مع المتسابقين. ننطلق معكم مع حرف اللي بتسمع صوت ننطلقوا، نقول واحد اثنين ثلاثة، والحرف هو حرف الكاف. بسرعة بس عجل، حاول تجري شوي، وسعوا لهم يا شباب. ممتاز، بسرعة. تفضل تعال، كيف حالك؟ طيب هذه المسابقة اللي اخترناهم. اسمك محمد. اخترنا ثلاثة، توقع من منهم بيسرع وبيجيب المنتجات؟ صاحب هذا السلة. أيوة. ان شاء الله يعني. طيب ايش منتجات بحرف الكاف؟ جيب لي حاجة. اسهل واحد كيك. كيك موجود هنا الكيك؟ اكيد. كيك وش عاده؟ شو قدامها؟ ممتاز، بس بسرعة. وصل؟ ايوه. ايش ويش بس بسرعة؟ كاكاو، كمبودر، كمون. كاكاو ايش ذي؟ كمبودر. كمبودر مكتوب فيها كمبودر ولا بودرة؟ كمبودر. ايوه. وهذا؟ كاكاو. كاكاو. ايوه هذا كمون. كمون اكيد. كمون اكيد. صنعت كم طبعا لصاحب المول اذا لم يكن كمون، طبعا وصل. قد تكون الاول، لكن اذا حد جاب منتجات افضل منك بيكون هو الاول. ان شاء الله ما فهمت. صاحب الرادة ما شاء الله وصل أول، يبدو أنك تتسوق دائم من المول. لا دائم إن شاء الله عنده خبرة. خليها بس، خليها بس كده. أخر بس شوية عشان المتسابقين ثاني. شل المنتجات. سلت وهذه. حملها بيدك أفضل. بسرعة بسرعة. ثاني الواصلين من؟ أبو بكر الحداد. أبو بكر الحداد إيش جبته؟ هذا اسمه رضا كوكتيل. خليها بيدك. كوكتيل فاكهة. طيب وهذا؟ وهذا كاكاو. أها. الكاكاو. وهذا كومبلان. كومبلان. طيب عبيد تأخرت شوية، ايش جبته ذا؟ هذا كاتشب. كاتشب. الكاب وش عاده؟ لا هذا خلاص، هذا خط بالحرف بالانجليزي. بالانجليزي. لكن ممكن بالانجليزي ايش مكتوب هنا؟ كيري. طيب بس الثالث وين؟ لا خط اثنين بس، فاتك الوقت شوي. صاحب الريد طبعا جاء اولا وجاب هذه المنتجات، ايش ذا؟ هذا كاكاو. كاكاو. وهذا؟ هذا كيري جبن. نجيب لك كمون وكمبودر. طيب انت وين اللي جبته؟ هذا جبت الكمون. وين هذا كمون؟ كمول هذا. كم بس ما تكتبوا عليه؟ ما نكتب على نوزينو بس. طيب بلوزي. شكرا لك. كمون صح. وهذا كمبودر. 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 والثالث ايش جبته الثالث؟ بس كاكاو. كاكاو. والكاكاو بالكاف، وهو الفائز معنا. اسمع له تحيه، اسمع له تحيه، يستاهل طبعا. سيغادرنا العفو منك. لا حياك الله يا مرحبا. بس حلو انك شاركت معنا. يا حياك الله يا مرحبا. وبرضه عبيد بتغادر. حياك. فرصه طيبه تكون معنا ان شاء الله. شكرا. يطلع عليكم. مبارك الان معك الجائزه وهي مقدمه من مركز با وزير التجاري. ركز معي في الخيارات، اما تتسوق في 15 ثانيه على حساب المركز، شو اللي تريده جيبوا له سله فاضيه يا حامد، او تتسوق في 30 ثانيه او دقيقه. ما عليك، بغيت 15 ثانية. بتجري انت شكلك. لا لا بغيت حاجة واحدة تكفيني. تم تجهيز الأخ مبارك المعاري، جاهزة. جاهز. وطبعا اختار نفسه هذا المكان، بس طبعا عنده ظرف خاص، اليد يعني عملية فيها وغسيل، بساعد بس في حاجة واحدة نظرا لظرفه الخاص والعملية اللي أجرت له في اليد. واحد اثنين، شيل السلة برضه معاك. ثلاثة. بسرعة. بسرعة. لا شيل السلة برضه معاك. ممتاز. ممتاز. باقي ايش بتشيل؟ كمل لك قلت بسرعه عجل. ممتاز عادك، عاد باقي حاجات كثيره. بسرعه.
صوت بسرعه 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 عدل عن شر الشرح بسرعه بسرعه 15 ثانيه مبارك انت يا مبارك يعني هنا تعثرت شوي سكر ذبحت الكبيرنا اظنك كررت منتج كررت حاجه لا ان شاء الله ما كررت شيء شوف المحاسب توقع جماعتك بكم اليوم ان شاء الله والله ممكن 40 هذا 10 مبارك 50 ممكن 50 نشوف كم جماعه اللي عند المحاسب في مركز با وزير التجاري شو الحق ما ركزت على الصوابين هذه هل كنت محتاج لهالدرجة؟ لا محتاجها محتاجها محتاج ولا تصرفت لأنه خلاص لا محتاجها والله طيب نشوف برضه شيل السكر أو تحسب السكر معك ممتاز مبارك ركزت على الرز وأخذت كيس برضه كبير الحمد لله كنت محتاج لفي رمضان محتاجها والله ممتاز مع الرز حسب؟ أيوه كم الإجمالي؟ 51 و100 المبلغ 51,000 ريال و100 ريال مقدمة من مركز با وزير التجاري هنا راعي هذه الفقرة في المكلا فوة مبروك يا مبارك الله يبارك كل عام وانت بخير رمضان الكريم يستاهل مبارك الله يبارك طبعا 30 عام يمر اليوم على انطلاقة وتأسيس هذا المركز التجاري طبعا بدأ بفكرة صغيرة لكنه توسع الآن وأصبح بهذا الحال وبهذه التوسعة هنا في طريق فوة سلم المبلغ الآن تفضل عط المحاسب تفضل و 51 و100 صح؟ شي زايد رجع شي زايد شي زايد رجع لك ولا لنا؟ لنا ينتي تسوق اليوم هنا بال 51,100 في مركز باوزير غدا تسوق اخر مكان اخر ومتسابقين اخرين في امان الله والله ما من يجيب لك فاس من الدار كان يو سبيك انجلش اور نوت ايه كلام حسوس معناته يا ابوك هذاك ابو قارولك طويله ايش خمر ولا ايش